يقول: وقع علي حادث سيارة قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص، وقد دفعت جزءا من الدية لورثته وتنازلوا عن الباقي، ولكن قيل لي إنه يلزمني كفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فأما الصيام فلا أستطيعه لكوني موظفا حكوميا وفي عمل لا أستطيع الجمع بينه وبين الصيام، وفي حاجة إلى مواصلة العمل، فهو مصدر رزقي بعد الله. ولكن أسأل: هل أعدل إلى الإطعام؟ وما هي كيفيته؟ وما العمل لو كنت عاجزا حتى عن الإطعام في الوقت الحاضر؟ هل يبقى دينا في ذمتي إلى وقت قدرتي عليه أم أعفى منه؟ أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فمن قتل مؤمنا خطأ أو قتل معاهدا فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى على الترتيب بين شيئين: الشيء الأول عتق رقبة، فإذا وجد الرقبة وقدر على شرائها وجب عليه أن يعتقها، أو كانت في ملكه فإنه يجب عليه أن يعتقها كفارة عما وجب عليه. وإذا لم يستطع العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث، فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل، وإنما جاء في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان. أما القتل فليس فيه إلا خصلتان على الترتيب: الأولى العتق والثانية الصيام. وأنت أيها السائل يجب عليك أحد أمرين: إما العتق إذا قدرت عليه، وإما صيام شهرين متتابعين. وإذا كان حالك كما ذكرت لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك إلى طلب الرزق الذي تسد به حاجتك، فهذا لا يسقط عنك الصيام، يبقى في ذمتك وتتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها تستطيع ذلك، مثل الشتاء ووقت مثلا البرد الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل، تؤخر الصيام مثلا إلى فصل الشتاء وتصوم، وهذا شيء يجب عليك، كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل، لأن كلا الصومين واجب عليك شرعا، فيجب عليك أن تصوم ولو كان في ذلك بعض المشقة أو المشقة المتحملة. وإن كان هناك مشقة غير متحملة فإنك ترجع الصيام إلى وقت آخر كما ذكرنا. على كل حال لا بد من الصيام، والإطعام لا يكفي في كفارة القتل. بارك الله فيكم.